نقضي الى مصعد فريق الجزيره، منفذه خطيره لفريق الجزيره، فيها الخطوره هذه الكره، فيها الخطوره وهناك هدف ثاني، هدف ثاني عن طريق اللاعب ابراهيم سعاده. ابراهيم سعاده يسجل الهدف الثاني مصعد فريق الجزيره، هدفين مقابل لا شيء مباشره بعد خروج صلاح ابو السيد. ابراهيم سعاده يسجل ايضا ثاني اهدافه في بطوله الدوري، هدفين مقابل لا شيء. كره على الزاويه اليمنى والجزيره يتقدم بهدفين دون مقابل. شاهد مره ثانيه، اعتقد حمزه الصيفي بالصناعه والمتابعه للاعب ابراهيم سعاده. نعم الصيفي سجل هدف وصنع الثاني، سجل هدف وصنع الثاني، تسديده بالعقل